احنا ايه المثنى. تمام؟ المثنى ده عرفنا ان هو بيعبر عن ايه؟ شيئين اثنين، يعني ده قلم واحد. لما يبقى معانا اثنين هنقول عليهم ايه؟ قلمين. برافو عليكم. تعالوا يلا بقى نكمل كمثال. قال لك قلم دولت ايه؟ قلمين. ضفنا عليها الف ايه؟ نون. يلا يا شباب مين هيقوم يجاوب على السؤال اللي بعديه؟ تعالوا يا باسم. ها سياره تبقى ايه يا باسم؟ سيارتين. انا هعمل ايه التاني مربوطه دي يا باسم؟ هحولها لايه؟ التاني مفتوحه. ممتاز سيارتين شاطر يا باسم. طب يلا مين بعديك؟ يلا يا عمر. وردة يا عمر هتبقى ايه؟ ها اتنين؟ لا ورود دي جمع، عايزين المثنى تبقى ايه؟ وردتان. ممتاز اتفضل يا عمر وردتان. طب يلا تفاحة مين هيقوم يجاوب على السؤال ده؟ يلا مين؟ بنوتة بقى يلا تعالي يلا يلا يا منة. تفاحة يا منة عايزينهم اتنين تبقى ايه؟ تفاحتان. ممتازة يا منة تفاحتان. عملنا ايه في التاني المربوطة يا شباب؟ حولناها بدايه مفتوحه. يلا يا مريم كتاب هتبقى ايه يا مريم؟ كتابان. ضفنا عليها ايه يا مريم؟ الف ونون. ممتازه يا مريم.